انا يا يكون فيها الرجوله، لحقاش بحال دابا الخدمه راه كلشي خدام، راكم خدام على راسي يعني فلوس عندي، ومن ناحيه الزين راه كيوصل لواحد لاجره ما كيبقاش، دونك الرجوله هي اللي بالنسبه لي انا خصها تكون فيه. ملي كانت عندي 14 عام كنت كنبغيت الزين وكنت باغا الحب، فعلا كنت باغا الحب، باغا انسان يبغيني ونبغيه، ولكن دابا باش دات 27 عام ما بقيت باغا لا حب لا والو، باغا انسان يكون راجل. جو بونس كو رجوله كلشي غيقول لا المال، ولكن المال الا ما عرفش يجري راسو راه كيمشي، والزين كيدبل. شندير بيه انا الا كان زوين وما كيحترمنيش وما مرجلش؟ المواصفات اللي كنبغي في الراجل هي الزين والرجوله صافي. المواصفات اللي كنبغي في الراجل اكيد هي الرجوله، احترام، تقدير. ما كيهمني انا لا زين لا مال حتى حاجه، كيهمني هي يكون يموت معايا وصافي. الرجوله حيت فيها بزاف ديال الحوايج، فيها الاحترام. وعلى ذكر الصفارة، أنا راه باغا كراطة ما باغا الصفارة.